الشرايب والخضر والحمر والزرق ها، وهالملابس التدين والاخلاق وكذا في الدعه هي الاساس. ارجوك ارجوك اتكلم عن نفسي، انما يعرف الانسان عند التقاطعات، مو من اكو طرق. اذا اكو طرق تنحل ما عندها مشكله، ما قطع الصلاه فقير، عرفت شلون؟ لكن يوم اللي تصير اكو هناك تقاطعات، بعد لو يمين لو شمال، لو الله لو شيطان، بعد ما تقبل خطا، هنا تبين المواقف ويبين معدن الانسان. والا اهل البيت قالوا تريد تعرف الانسان، عرفه بالمال وعرفه بالسلطه. يجي للسلطة مولانا تفتهم انت هذا يعرف سابقه اللي كان موجود. امير المؤمنين عنده كلمه وايد مهمه، اللهم لا تجعلنا من هؤلاء بحق محمد وال محمد، والا يعني مشكله واقع الانسان هم يكون قاطع للطريق، لان هذول قطاع للطريق. الناس اللي يسلطون على رقاب الامه، يقودون الامه ويتحركون بهذا التحرك وفق هذه النظريه، يكونون قطاع طريق، واقع قطاع طريق، لان هذا ما راح ينفر عن الدين فلان وفلان، وانما الامه راح تنفر عن الدين. امير المؤمنين يقول كلمه هواي قاسيه، يقول تريد ان تعرف حقيقه الناس الرجال؟ ها؟ كلنا يريد ان يعرف حقيقه الرجال، يشوف نفسه صديق؟ لا. يقول عند تغير الاحوال تعرف جواهر الرجال. من هذا اللي كان خامل باقصى ما ادري شيء، خان ما ادري وين، زين؟ ويجي يصير وزير، يجي يصير رئيس، يجي يصير صاحب سلطه، يجي يصير ملك، يجي يصير سلطان، هنا اذا هو على وضعه نعم يبين. عند تغير الاحوال تعرف جواهر الرجال، ولذلك علي عليه السلام عرفت جواهره قبل وبعد السلطه. علي بن ابي طالب وهب ما عنده شيء جديد، كان قبل هذا يبكي ها، ويئن من السلطه ومن الحكم الا فيما يمكن ان يعود بالفائده على الناس، وبعدها كذلك. ايش قد مولانا تقاتلوا، كم هفى للاكليل راس وراسك تاج يهفو له الاكليل. امير المؤمنين هو يتشرف السلطان به. فللاسف الشديد انا هذا الرجل اخذ النص مليون وراح وين؟ راح المعركه. انطاهم مولانا سمعت اقول لك شنو نهايات التعسة، انطاه نص مليون الثانيه. الامام سمع احوال يتالم، تبغى الله خلي في ذهنك مشاعرك، ترى الانسان انسان صحيح امام معصوم، لكن مشاعر ها؟ في ظل اجواء، في ظل اوضاع، وياك وامامك انسان طاغيه ظالم ظالم معاويه. هو يقول ذلها للكوفه، بعد ذاك طبر للكوفه وذلها، قال ما قاتلتكم من اجل ان تصوموا تحجوا تزكوا، هذه اموركم، ولكن قاتلتكم لاتامر عليكم، وقد اعطاني الله ذلك وانتم له من الكارهين. عرفت شلون؟ فشل. دز له واحد ثاني، والله انا لو ما بالتاريخ موجودات وينقلوهم بقوه والله ما اصدق. معقوله؟ معقوله توصل يعني يوصل الانسان بالسقوط مالته الى هالمستوى يدس للامام شخص اخر قائدا على هذه المجاميع من كنده، وايضا نفس العمليه ايضا باموال وروح المعاويه، وشخص ثالث من مراد وايضا نفس العمليه ويروح الى معاويه. شو يصير بك سيدي يا ابن رسول الله؟ شو يصير اوضاعك؟ شنو؟ ها؟ شنو النفس؟ ويا ريت الداخل مالتك كان داخل نظيف. هم الخوارج اشتغلوا وكل ساعه رادوا يقاتلوا الامام سلام الله عليه، يوميا مسوي له حاله اغتيال. اجى السابات قريب المدائن، اجى واحد جاي يصلي
اجى للامام قال له الحكم لا لك ولا لابيك، ضرب الامام الخنجر على فخذه، وصل الى العظم، شالوه للامام ودوه الى مسعود ابن ابي مسعود الثقفي. وهنا اجت مصيبه اخرى على الامام سلام الله عليه. شوف الكذب والدجل. واذا المختار على اعتبار المختار ابن ابي عبيد الثقفي، وهذا الثقفي، ايش سووا للمختار؟ هذه من جمله الشبهات التي اثيرت على المختار رضوان الله تعالى عليه. سبحان الله. المختار لانه اجى لاخذ الثأر من قتله ابي عبد الله، ها؟ بربك التاريخ، هذا اللي وضع السيف على عنق سيد الشهداء، يجي المختار يضع السيف على عنقه. شو يسوي للتاريخ؟ يدقدق له، يصفق له، ها؟ الوان واشكال من التهم، من جمله التهم هذه التهم. انه راح الى عمه او من اعمامه مسعود الثقفي، قال له رتب لنا الحسن، سمه خلصنا من عنده، هسه الان المشاكل جاي تصير منه ومن غيره، خلصنا. شوف منو ترجع الى الروايه، منو راويها؟ الزبيريوك. طيب عبد الله ابن الزبير والزبيريون بشكل عام علاقه يعني غير مبتنيه على وئام مع بني هاشم، مشكله كبيره يعني، ومع حركة المختار ومع من انتسب إلى بني هاشم مشكلة كبيرة. وتدري أنت كان يطلب بثأر الحسين عليه السلام كذبا وزورا، وإلا كل قتلة الحسين كانوا مع آل الزبير موجودين، وهم قاتلوا معهم المختار. تدرون هاي الحلقات اللي شايفين زين، لكن لما ترجع، ولهذا فقهاءنا يقولون، يقولون من كانت بينه وبين شخص آخر عداوة دنيوية ما تمنع من الشهادة، أما إذا كانت عداوة دينية تمنع من الشهادة. يعني مثلا أنا وياك مشتغلين بمحل، أنا وياك اختلفنا، هسه أنت ما أخذني أنا ما أخذك، المهم بعد كم يوم جابوني شهادة ضدك في قضية أخرى، تقبل شهادة لأنه قضية من قضية محل، ها؟ قضية دنيا. اما اذا كان الاختلاف بيني وبينك على اساس دين ما تقبل. تعرف ليش؟ لانه هذا خصوصا اذا كان جماعك كجماعه يعني الزويريين كانوا محتاشين على الدين مولانا، فاذا كانت القضيه كذلك لا تقبل شهادته. طيب شلون تقبلوها هنا يا الفقهاء؟ انا اتكلم عن فقهاء المسلمين، كيف تقبلوها وتخلوها يعني منقصه ضد المختار في قضية الحسن عليه السلام، وأنه هذا شلون يوالي أهل البيت إذا كان موصى عمه لقتله أو بالسم في قضية المدائن بعد أن جيء بالإمام في سابق وقد ضرب من قبل الخوارج. حتى في اللحظات الأخيرة دز وفد إلى معاوية إلى الإمام الحسن في ظل هيك أجواء، طبوا الإمام ما يرفضهم، طبعهم والناس صاروا سماطين، والخيمة مال الإمام الحسن هناك، خلي الصورة أمامك، إجوا ذول دخلهم زين، وذول يسلمون منا يمين وشمال، طلعوا الوفد ما متفق، طلعوا وإذا قالوا الحمد لله الذي أحقن الدماء كذا كذا، وذول يقولون إيه حصل الاتفاق. تصور النفوس تعاملت مع الواقع على أساس خلاص لا يقبل النقاش مع هذه القضية، وإذا الإمام الحسن سلام الله عليه يعيش الغصة بعد الغصة، ها؟ الغصة بعد الغصة. لكن المسلم بي، أنا ما أتحدث كثير خلاص، المسلم بي أن الإمام عرى، وهذا هو الأساس، عرى وجه معاوية. أكو مرض كان بالكوفة في زمن الإمام الحسن سلام الله عليه، وزمن الإمام الحسين كان مرض آخر. المرض اللي كان بالكوفة في زمن الإمام الحسن سلام الله عليه هو أن الناس ما تميز بين علي وبين معاوية، ما تميز بين الحسن وبين معاوية، لأنه ما أخذتهم الدعايات، وأنه مثل ما صارت الشام بنايات وفلوس وأموال وبيوت ومؤسسات خدمية وغيرها، بناؤهم راح يصير شنو؟ بالكوفة نفس الشيء، يا ريت تتصالح، يا ريت تنحل القضية، يا ريت تقوم، يا ريت تحلوها.
كانت كل شيء اجواء. يا عمي هذا معاويه قال انا خليه يطوف القضيه الربابيه، ربما ما كانت عندهم الصوره واضحه. الامام الحسن سلام الله عليه عرى هذا الوجه، عراه قال له طبعا رغما، لكن مع هذا كانت هناك اهداف مهمه ترتبت على الصلح ايجابيه، من جملتها هذه انه اجى معاويه وصل الى الكوفه بالنخيله قبل ان يطب، قلت له انا ذلهم، قال لهم ما قاتلتكم لتصوموا تحجوا تزكوا، وانما قاتلتكم لاتامر عليكم وقد اعطاني الله ذلك وانتم له من الكارهين. وها هي معاهدتي مع الحسن تحت قدمي. يا محمد عدل بدل معاويه، احنا ترى قمنا سوينا كذا، وجرت ويلات مولانا. من ذاك الوقت بدات الويلات على الكوفه بعد ان سيطر عليها معاويه. في زمن الحسين هنا بعد لا عرفوا ميزوا بين خط معاويه وخط اهل البيت، لكن كان اكو خوف، اكو اراده مكسوره. هل يستطاع الحسين بحركته ان يكسر هذه الاراده؟ هل يجاب نساء رجال كذا من اجل شنو؟ يحشد الناس ان يكسروا هذه الاراده في قبال شنو؟ في قبال الاسلام. اذا الحسن صالح وعالج موقف، خلى الناس تميز ما بين الحسن وما بين معاويه، ما بين علي وما بين معاويه. والحسين قاتل من اجل ان يكسر شوكه هذه الاراده الضعيفه في نفوس الناس بعد ان ميزت بين يزيد وبين الحسين عليه السلام. ومع هذا ما اكتفى معاويه، حتى بعث بالسم الى امام الحسن سلام الله عليه. انتهت. مع انه شوف الاوضاع قد صعبه، النفوس ملتهبة متأذية، وإذا مع هذا ما اكتفى حتى بعث إلى إمامنا الحسن السم سلام الله عليه مع زوجته هذه الملعونة جعدة بنت الأشعث. قدمت هذا السم في وقت كان الإمام صائم، تدري أهل البيت معظم أيامهم، يعني أنا أدري بعض المؤمنين خميس اثنين جمعة ما أدري كذا صائمين طول طيلة الأيام، ايش تصور يعني أئمة أهل البيت عليهم السلام وين يعني؟ ها؟ ومن هذا الاتجاه، فأكثر أيامهم صيام وانقطاع إلى الله عز وجل قيام في الليل. قدمت هذا السم في طعام إفطاره سلام الله عليه. بالله عليك أنت صايم الآن وتدري، ها؟ إنسان صايم ويا ريت جو مثل جو أستراليا، ها؟ أو أجواء مثل الأجواء الآن اللي نعيشها شوية برودة، أجواء العراق مولانا، أجواء ألم، ها؟ أجواء محنة، وأجواء المدينة كذلك، وأجواء مكة حارة. لهذا حينما قدم السم إلى إمامنا تناول شيء من الطعام أحس أن أمعاءه تقطع بسكاكين بأبي وأمي. قلبك يا محمد، ها؟ يا ريت إمامنا ولو شمع الآن الحر. أي والله بالبقية. سيدي يا ابن رسول الله، ضاقت صدورنا يا ابن رسول الله. على أية حال قدم إلى إمامنا، وظل فترة طبعا الإمام يتقلب على الفراش يمين وشمال. تقول الرواية دخل عليه سيد الشهداء في يوم من الأيام فوجده مو بس متألم تتقطع أمعاءه، وإنما حاط لفلت طشت أمامه ويتقيأ كبده، يتقيأ أمعاءه، دم يخرج من فم الإمام سلام الله عليه. الصبر الله لا يفجعك بعضدك، ها بأخيك تدخل على اخوك وتشوفه بهذه الحاله، شو تسوي له يعني؟ ماذا يحدث بك؟ الامام الحسين من شاف الاخو بهذا الحال واخوه عضده الكبير ابو محمد صبط رسول الله صلى الله عليه واله، من شافه بهذا الحال بكى، قال له ما يبكيك يا اخي؟ قال له اخوي ابكي عليك،
وعلى ما يجري بك أرى أمعاءك تتقطع، تلفظ أمعاءك في طشتك، الدماء تسيل من فمك. قال الحسن عليه السلام، اسمع هذه الكلمة، ترى كل أئمة أهل البيت قلوبهم في كربلاء، قلوبهم مع الحسين عليه السلام. التفت الحسن إلى الحسين قال له: أخي أبا عبد الله، خو بالنتيجة أنا مسموم صحيح سم واحد، لكن أنا بالنتيجة في بين أهلي بين أولادي على فراشي، ولكن لا يوم لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. الله يساعدك يا عزيز السهر. يتألم قلبها يا أخوي حسين.
والله شيل طشت عني خواتك يا مستجات جدني. اي والله يا ردان يشب عن صاف مني. اللهم انا نسالك وندعوك ونتوسل اليك باحب خلقك اليك محمد وال محمد، فرج عنا يا الله وسلم اقضي حوائجنا ولا تخرجنا من هذه الدنيا الا وانت راض عنا يا الله. المؤسسون من اوصاني بالدعاء، اللهم احفظهم فرج الفردا، ارحم امواتهم، شافي معناهم، يسر اسرهم، اقضي حوائجهم. إلى أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤمنين، رحم الله من يقرأ الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.